بخصوص ذني الخطوط، ذني بين الحمر، ذني بس للتوضيح، ذني مو رسم. إذا تنتبهون الشرح، الشرح ما جايب طاريها نهائيا. ذني شو وقت تاخذوهن؟ ذني شرحوهن لكم بالكلية، ذني شنو فائدتهن؟ يشرحوهن لكم بالكلية مو هنا. حاليا ذني متى يعني ذني الخطوط ما ذاكرهن بالشرح، ما دام ما ذاكرهن بالشرح أنا ما أرسمهن. أنا إيش قايل لي؟ قايل لي نركز الفرجال بالنقطة دي ونرسم قوس لي جوه اللي هو هذا، ونركز الفرجال بالنقطة إي وكذلك نرسم خط لي جوه. إذن الرسم مالتي بس الأقواس، هذني الخطوط توضيح دي يقول لك إنه ذني النقاط يسوون خطوط متوازية، من تظل تستمر بيهن راح يتقاط عن عند النقطة هنا. ذني الخطوط من راح استمر بيهن راح يتقاط عن تقريبا هنا بالضبط. زين، ذني الخطوط لهنا وهنا ذني توضيحيات فقط، بالكلية راح تتعاملون وياهن أكثر.